السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتحدث عن الأسمدة الكيميائية المركبة الموجودة في السوق وما يتعلق بالعناصر المتوفرة فيها وبعض الأمور المهمة جدا التي يغفل عنها الكثير من الناس. والحقيقة يعني هنالك تغيرات ما بين منتج ومنتج ينبغي أن نعرفها. اليوم سنلقي الضوء إن شاء الله على هذه المسألة التي هي في غاية الأهمية، وأتمنى منكم أن تتابعوا إلى آخر الفيديو لأن ستكون هنالك معلومات مهمة ومفيدة لكل من يهتم بالزراعة وخاصة من يطبق عليها. راح نأخذ أمثلة اليوم عندنا إن شاء الله. هذا مثال، هذا المثال طبعا كما تلاحظون كالسيوم، هذا الـ NPK ثلاثة أرقام، ما عندنا العنصر الثاني الفسفور ولا البوتاسيوم، عندنا نيتروجين وكالسيوم. معنى ذلك أن هذا هو نترات، هذه نترات 15 وهذا كالسيوم، تمام. إذا أردنا أن نحسب مثلا في برنامج الهيدروبولي أو في غيره، أو أردنا أن نأخذ فكرة عامة عن هذا المنتج، سنجد أن النيتروجين هو 15 والكالسيوم هو 26، ولكن حينما قلنا أن الكالسيوم هو 26 المعلومة ليست دقيقة. لماذا؟ لأنه نلاحظ هنا مكتوب عنصر، رمز العنصر الكالسيوم وبجانبه الأو يعني الأكسجين، يعني هو أكسيد الكالسيوم. طيب ماذا يهمنا من هذه المعلومة؟ طبعا الأكسجين كما نحن تعودنا عليه هو غاز يعني عديم الوزن تقريبا، هو له كتلة لكن عديم الوزن، أنه يرتفع وليس له، إذا أردنا أن نزينه بالطرق التقليدية ما نزينه، ما ليس له وزن لأنه مرتفع، يعني لا تكون، لا يكون تأثير الجاذبية واضح عليه، لأن الوزن الحقيقي احيانا نحن نقول الكتله هي الوزن، يعني هو تعبير مجازي، الوزن يعبر عن الكتله وليس هو الكتله. الكتله هي الماده، الذرات، يعني مثلا الجسيمات اللي في النواه ونواه الذره والالكترونات الاغلفه، يعني الماده نفسها كتلتها اي الماده الجسيمات التي فيها. ولكن حينما نقول الوزن اي عندما تكون هنالك رابطه ما بين الجاذبية الأرضية وهذه الكتلة ستعبر لنا الجاذبية، قوة تجاوب هذه الكتلة مع الجاذبية هي التي نسميها الوزن. مثل بالضبط حينما نتكلم عن البي بي ام اللي هو جزء من المليون ونعبر عنه بالتوصيلية الكهربائية، فهو ليس تعبيرا دقيقا وإنما هو تعبير تسهيلي، يعني يسهل علينا تقدير نسبة العناصر الصلبة في المحلول جزء في المليون. كذلك نفس الشيء بالنسبة للوزن، الوزن يعبر عن الكتلة وليس هو الكتلة. والدليل على ذلك إذا أنت عندك مثلا، لنقول مثلا عندك كيلو من الحديد في الأرض، إذا نزلت تحت مستوى سطح البحر سيزداد الوزن، يصير أكثر من كيلو، وإذا ارتفعت عن مستوى سطح البحر يقل الوزن، وإذا خرجت خارج الغلاف الجوي الأرضي ينعدم الوزن تقريبا. فإذا يعني الوزن هو الكتلة بقيت نفسها لكن تغير وزنها، لأن الوزن هو متعلق بالجاذبية. على كل حال الآن عندنا الأكسجين تعودنا عليه أنه شيء ليس له وزن، طبعا 26%، يعني المقصود هذه الأرقام خاصة للـ NPK هذه هي إضافات، يعني بعد الزائد إضافات. أحيانا مثلا يقول لك أرقام ثلاثة بعدين يقول لك تي، يعني زائدا تي أو زائدا مايكرو، عناصر صغرى، لكن الأرقام الثلاثة هذه هي الأرقام العالمية المتفق عليها دوليا على أنها NPK، اللي هو نيتروجين من اليسار إلى اليمين، نيتروجين فسفور بوتاسيوم، وهذه إضافات. فحينما نقول 15 يعني 15%، أي أن الكيلو مثلا من هذا المنتج فيه 150 غرام نيتروجين،
15%، وهذا فيه 226 غرام من الكيلو في هذا المنتج. ولكن علينا أن ننتبه جيدا، هذه 26 هي تحتوي على عنصرين، على الكالسيوم وعلى الأكسجين. بما يعني نحن نقول أن الأكسجين ليس له وزن معروف، لكن يعني في حالته الغازية، لكن حينما يتحد مع العناصر ويتخذ أشكال معينة لا يكون له وزن ويكون له يعني حجم أيضا. الذي يهمنا هو الوزن. طيب إذن 26% ليست كالسيوم فقط وإنما أكسجين، وعلينا أن نطرح الأكسجين حتى نعرف. هذا الرقم خطأ. يعني النظام العالمي الصحيح أنه المفروض ما يكتب هكذا، المفروض يكتب كالسيوم كذا رقم، ولا يكتب الأكسجين، لكن في الأسفل يكتب. يعني هنا مثلا حينما قلنا كالسيوم أكسيد، هذا أكسيد الكالسيوم 26%، هذا مقبول هنا، لكن حينما يضع هنا هذا خطأ، المفروض ما يضع هنا. لكن الشركات إما غشا منهم أو جهلا، أحيانا يكون جهل يعني، لكن الأكثر هو يعني نوع من الغش. كيف يعني الغش؟ يعني يغشك يخدعك، يعني أنت حينما تنظر تقول 26 كالسيوم ما شاء الله، يعني نسبة جيدة من الكالسيوم، بينما هو ليس، هذا ليس حقيقيا، هذا أكسجين وكالسيوم. ماذا نريد من الأكسجين؟ الأكسجين يذهب يعني. إذا نحن نريد الكالسيوم، لماذا تعطونا رقم 26؟ المفروض تعطونا الكالسيوم فقط، هو الذي نريده. لماذا تخدعوننا وتضعون لنا وزن شيء هواء يعني مع الكالسيوم المطلوب؟ فإذا نحن علينا أن ننتبه. يعني الشركات الراقية ما تضع هكذا، تقول لك كذا كالسيوم، لا تقول لك أكسيد الكالسيوم. لكن والشركات الراقية والمنضبطة يعني، يعني ليس بالضرورة أن تكون الشركة يعني الراقي هي منضبطة، لكن هذا يعبر على كثير من الناس، يعني ما يدري، يقول لك 26، حتى حينما يدخلها في الحسابات أو في برامج الحسابات يدخلها 26، وهذا خطأ. يحسب على أنه الكالسيوم هو 26، هذا خطأ. سنتعرف على هذه المسألة هذا اليوم، واعذروني على الإطالة حتى نوضح. يعني كثير من الأخوة طبعا يقول لي لماذا تطيل كلمتين، اختصر لي الحديث. ما ينفع الاختصار أخي العزيز، يعني أنا متأكد بعد كل هذا التفصيل والتوضيح أيضا كثير من الأخوة ربما لم يفهم بدقة. يعني طيب عندنا النيتروجين، النيتروجين هو يعني التوتال، يعني المجموع 15%، فصل هنا، يعني هنا فصل، قال لك هذا المجموع النيتروجين، هذا إيش يسمى المجموع؟ طيب لنرى، المجموع هو النيتريك نيتروجين اللي هو هذا أيضا نفرات، اللي هو يكون 13.8%، وهذا اللي هو أمونيكال نيتروجين، هذا إيش؟ 1.2%. المجموع كم سيكون؟ 13-14، راح يكون 15. إذن هو مجموع الاثنين. طبعا لو أردنا أن ندقق، يعني النيتروجين المتاح هنا عندنا أكسجين وهنا عندنا هيدروجين، الأكسجين والهيدروجين يطرح، لكن نحن لن نريد أن ندخل في موضوع النيتروجين ونفصله، لأنه فيه عنصران مختلفان وفيها حسابات كثيرة. نحن نريد مثال بسيط حتى نحسب عليه، ولنأخذ الكالسيوم. طيب أنا عندي أكسيد الكالسيوم، هذه صيغة كيميائية، كيف أعرف كم يوجد كالسيوم وكم يوجد أكسجين حتى أطرح الأكسجين؟ طيب إذا أردنا أن ننظر إلى الطريقة البسيطة من خلال بعض المواقع، مثلا على سبيل المثال، لحظة، أنا عندي هنا عندي إيش؟ كالسيوم أكسيد، تمام؟ أدخل إلى هذا الموقع، أعطيتكم هذا الموقع مرة، هذا عنوانه اللي هو يعتمد، أنا سميته موقع الكتلة المولية، يعني هو في الحقيقة طلع لي النسبة المولية. طيب الآن عندما أنزل أجد هذا المربع والسهم، هنا تكتب الصيغة الكيميائية، يعني أنا عندي الكالسيوم. ولكن أنتبه الكتابة دائما في الكيمياء وفي الفيزياء، حينما أكتب العنصر أكتبه بالرمز الكبير، وإذا كان يحتاج تفصيل، لأنه إذا كتبت السي هذا يعني كربون،
والكالسيوم ايضا يبدا بالسي فراح يصير تداخل، فوضع معه الاي لكن الاي يكون سمول صغير يعني، فهذا الكابيتال سي واي سمول معناها كالسيوم. طيب الأو الاكسجين هو او عنصر اكتبه بالكابيتال، لاحظ الاشطار عندي تقديم متاخر، هنا اكتب الاو هذا صار عندي ايه، صار اكسيد الكالسيوم، اكسجين وكالسيوم، اكسيد الكالسيوم. اضغط على هذا المربع السهم حتى يقوم لي بالحسابات. هو قال لي، قال الوزن الجزيئي، هذا جزيء يعني جزيء، جزيء يعني فيه اكثر من ذره، في مترابطه كذا يعني اصغر جزء في الماده، في 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 الـ ليس في الذرات وانما يكون ماده معينه، مركب معين، شيء معروف. لأكسيد الكالسيوم هو عرفه البرنامج، الموقع عرف هذا ان هذا هو اكسيد الكالسيوم، سمى لي التسميه الصحيحه، قال لي اكسيد الكالسيوم. طيب الغرام على مول هذا هو 56، هذا مجموع، انزل في الاسفل المجموع، هذا مجموع الغرام على المول، المجموع المولي يعني الكتله الموليه. هنا عندي نسبه الكتله وهنا عندي الكتله الذريه، يعني هذا الوزن الذري، الكتله يعني الوزن، غالبا ما يسمى بالوزن يعني ما يقول لك الكتله الذريه، يقول لك الوزن الذري. الوزن الذري يعني وزن العنصر الواحد، يعني مثلا الكالسيوم لوحده هذا يسمى ذري، هذا الاكسجين هذا ذري، لكن الكامل يسمى جزيء. الجزيء متكون من ماذا؟ متكون من ذرة، هنا حسب هذا المركب، طبعا كل مركب يختلف، ذرة من الكالسيوم، من عنصر الكالسيوم، واحد من عنصر الكالسيوم، واحد من عنصر الأكسجين، طبعا يختلف من 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 جزيء لجزيء، قد يكون مثلا هنا إذا قلت مثلا خماسي يصير 5، قلت رباعي يصير 4، ثاني أكسيد 2، إذا وضعت هنا 2 راح يصير ثاني أكسيد الكالسيوم مثلا، يعني يعني معناها أكسجين 2، يعني كالسيوم 1 وأكسجين 2، لكن هنا عندنا هذا المركب بطبيعته لأن لم نكتب أرقام، يعني هنا كتبنا CA يعني 1، يعني هذا معناها 1، وO يعني معناها 1، ولا يحتاج أن نكتب 1، فإذا هو ذرة بذرة. هذا كيف نحصل عليه 40؟ كيف نعرف أن الكالسيوم كتلته أو وزنه الذري هو 40؟ هذا نعرفه من الخصائص، مثلا إذا دخلنا إلى الجدول الدوري لو نلاحظ مثلا أين الكالسيوم، لاحظ هذا الكبريت، لاحظ هذا السي لوحده إيش يعني معناها كبريت، إذا نحتاج إلى، نحن حتى نعرف الكالسيوم لازم نحتاج مع السي ماذا؟ نحتاج أي، لاحظ أي سمول طبعا، يعني هذا السي كابيتال يعني كالسيوم، هذا السي مع الأي سمول يعني كالسيوم، إذا ضغطنا عليه ضغطة واحدة طلع لي ماذا؟ طلع لي أنه 40.0780 يعني 40، إذا الوزن الذري له 40. لو رجعنا حتى نتأكد نلاحظ أنه هو 40 صحيح، هذا قام بالتقريب يعني قام بتقريبه لنا. طيب استطيع أن أحذف؟ لا يعني إذا حذفت يذهب. الآن لو نزلنا هذا، هذه حاسبة متخصصة طبعا، الآن عندي هذه النسب، الآن عندي هذا كم؟ 40.0780، الصفر الأخير طبعا لا يحسب بعد الفارزة، إذا هو 40.078، هذا هو 40.078. الأكسجين إذا أردت أن أرى الأكسجين، الأكسجين أعتقد أذكر 16، الأكسجين لا الأكسجين أي نعم 16، الأكسجين هذا الأكسجين، لاحظ الأو يعني أكسجين، كم وزنه الذري؟ 15.9994 يعني 16، إذن هو 16، هذا أعطاني الأوزان الذرية. طيب أنا عندي طريقة أطلع فيها نسبة الكتلة، ما معنى نسبة الكتلة؟ يعني نسبة وجود هذا العنصر في هذا المركب اللي هو الجزيء كم في المئة يعني.
فأنا عندي 71% إيش كالسيوم وعندي 28% أكسجين، يعني نسبة عالية من الكالسيوم لكن ليست 100%. طيب أنا حينما يكون عندي 71 يعني هو ليس في 100%، يعني عندما أرجع أنا عندما أريد أن أتأكد من الصور، الآن حينما قال لي أن الكالسيوم هو 26 هو ليس 26 وإنما 26 ضرب 0.71، هو ليس كله 26 وإنما 71% من 26، 71% منه هو الذي ينفعنا اللي هو الكالسيوم. يعني ماذا سأفعل حتى أطلع الموضوع؟ يعني خلينا نشوف مثال. أنا مثلا عندي هنا كم؟ عندي 26، تمام؟ 26 راح أضربه الضرب في أقول 0.71. لماذا؟ لأنه هو ليس كاملا، هو 71% فقط، يعني مثل أقول 71 وبعد الفارزة لا يحتاج فارزة أخرى، أقول مثلا 4-6 إذا أردت التفصيل، وإذا قلت 71 فقط أيضا ما في مشكلة. فالناتج كم يطلع عندي؟ الناتج يطلع عندي 18.5، يعني 18.5. إذن هذه لو تلاحظون إخواني الآن هذه هي 26، هي ليس 26 حقيقية، يعني تسمى في مصطلح الكيمياء والفيزياء والأسمدة وكذا ليست هي العنصر المتاح من الكالسيوم هذه 26 وإنما هي 18.5. إذا أردنا أن نتعامل معها لازم نفهم أن هذا ليس 26، هذا 26 منه 18.5 كالسيوم والباقي أكسجين لا يحسب. الباقي إيش؟ الباقي أكسجين، يعني هذا إذا قلنا 18.5 ناقص 26 يعني يطلع عندي كم؟ يطلع عندي 7.5% من هذا هو أكسجين لا يحسب، 7.5% من هذا هو أكسجين لا يحسب. إذن صار واضح عندنا الآن، من المهم أن نعرف هذا، يعني لا تقول أنه هذا يحتوي على 26، لا، إذن صار عندنا واضح هذه المسألة مهمة جدا. طيب طبعا عندي أيضا هنا عندي مثلا تفاصيلها الكالسيوم، لاحظ كم جاءنا الآن. الآن لاحظ ماذا قال لي؟ قال لي الكالسيوم كا سي اي، طلع نقص الاكسجين، قال لي الكالسيوم هو 18.6 مثل ما طلعنا، الكالسيوم هو 18.6 حينما حسبنا قبل قليل، حينما قلنا انه 7 كم هو كان 27 26 26 في 0.71 طلع عندي 18 point شيء، يعني اللي هو هذا، لاحظ كيف 18 point، هو قال 0.6 هو في الحقيقة يعني مقارب لأنه نحن قربنا تقريب، يعني ما كتبنا الكسور. فلاحظ هذا هو الكالسيوم المتاح، يعني من الجيد أن هذا المنتج كتب لك الكالسيوم هنا حتى تعرف، لكن كان عليه أن يعني يعمل العكس، كان عليه أن يكتب هذا الرقم هنا ولا يقول أكسيد كالسيوم، يقول كالسيوم، يعني 26 سي كابيتال اي فقط لا يكتب الاو. هذا هو النظام العالمي المتفق عليه. ثم هنا يفصل مثلا لا بأس، يقول لك مثلا هذا الاكسيد الكالسيوم هو 26 لا بأس، لكن ان يضعها هنا، وطبعا هذا الان كل الشركات تقريبا تفعل هذا. طيب واحيانا تجعلك محتار، يعني حينما تقول 15 مثلا بعض الشركات ماذا تفعل؟ هذا من الجيد انه كتب لك هنا اكسيد كالسيوم، لكن بعض الشركات ما تكتب لك هذا، تكتب لك 15.00 زائدا 26 كالسيوم، لاحظ 26 ما يقول لك أكسيد كالسيوم، وتبقى أنت محتار هذه 26 هل هي كالسيوم متاح أم هي أكسيد الكالسيوم، تبقى محتار ولا يفصل لك هنا. ولهذا يفضل عدم شراء هذا المنتج لأنه أنت ما لم تعرف نسبة الكالسيوم الحقيقية. وكذلك حينما يكتب لك بقية العناصر، يعني مثلا هنا يكتب لك مثلا عندك 12 12 36، يكتب لك 12 ولا يفصل لك هنا، أو الأدهى من ذلك أنه حينما يكتب لك 12 الفسفور هنا يكتب لك يعني مثلا أكسيد الفسفور،
رباعي مثلا اكسيد الفسفور، وايضا يكتب لك 16 12. طيب كيف يكون العنصر المتاح 12 والاكسيد نفسه 12؟ ما يصير، لان هذا فيه اكسجين. يعني انت تقول المركب اللي هو فسفور مع اكسجين 12، وهنا تقول الفسفور 12. طيب اين الاكسجين؟ لا يمكن، مثل ما لاحظنا هنا قال لي 26 كالسيوم، لاحظ 26 اكسيد الكالسيوم. الان قال لي هذا 26 اكسيد الكالسيوم، لكن ماذا قال لي؟ قال لي كالسيوم 18 و6 بالعشره. لابد ان يكون الرقم الذي هنا اصغر من الرقم الذي في التفاصيل في الاكسيد، المفروض يعني لازم يكون. اذا لم يكن هو نفسه على الاقل يشير اليه. يعني هنا لاحظوا ما قال كالسيوم، قال اكسيد كالسيوم، لا باس، يعني هذه التفاته لا باس بها، ولو هي غير كافيه لكن لا باس بها من الشركه. لكن الشركات التي لا تضع هذا، يعني هذه كارثه، هذه مشكله. يعني مثلا ما ادري اذا كان عندي، مثلا عندي هذا، خلينا ننظر هذا ايضا، هو هذا نترات المغنيسيوم، لان عندي هذا نيتروجين وهذا مغنيسيوم، المفروض هذا يكون نعم نترات مغنيسيوم صحيح، يعني نيتروجين 10.5 والمغنيسيوم 15.6 اكسيد المغنيسيوم. ايضا لازم ندخله للطريقه، اما في البرنامج او نعلمكم ان شاء الله الطريقه اليدويه اللي هي حتى تعرف كل العناصر، كل عنصر وكل مركب تستطيع ان تخرج نسبه العناصر فيه. طيب هنا قال لي ان الاكسيد المغنيسيوم هو 15.6 بالعشره، هنا شويه الصوره غير واضحه، نعم هذه 15.6 بالعشره. طيب المغنيسيوم كم؟ لاحظ كم؟ 9.5. لاحظ كم نقص؟ يعني في نسبه نيتروجين، في نسبه نيتروجين عاليه، لاحظ هنا النيتروجين. اذا لهذا السبب يعني لابد ان نحسب امورنا. طيب فيه نيتروجين وايضا فيه اكسجين، يعني سنطرح منه النيتروجين ونطرح منه الاكسجين، لكن حينما نتكلم عن اكسيد المغنيسيوم ليس فيه نيتروجين، هو فصل لنا يعني قال لي 15.6 بالعشره فيه اكسجين ومغنيسيوم فقط، بغض النظر عن النفاث هو طلعها على جهه، يعني نحن نتكلم الان فقط عن اكسيد المغنيسيوم. اكسيد المغنيسيوم 15.6 بالعشرة يحتوي على مغنيسيوم 9 فقط، يعني عندي 9.5، يعني عندي كم؟ عندي 6 أكسجين، عندي 6 أكسجين. خلي نشوف، أنا ما أدري إذا كان 15.6 وهذه 9، يعني 6، تمام 6 تقريبا عندي أكسجين. لنرى، هو هذا أكسيد المغنيسيوم، لنرى لو قلنا مثلا هنا هذا السهم، لاحظ الام كابيتال ولكن نضع الجي حتى يعني نميزه عن غيره، مثل المولبدم الكذا، يعني نميزه عن فاذا صار عندي اكسيد المغنيسيوم. الان لاحظ كيف قال لي اكسيد المغنيسيوم، لاحظ الان كم عندي؟ عندي 60 بـ40، 60% مغنيسيوم و40% أكسجين. لاحظ كم؟ يعني انخفض. طبعا هذه 60% وهذه 40، المجموع طبعا لازم يكون 100%، يعني هذا نسبة الكتلة 60%، المفروض تكون مجموع العناصر هو 100، يعني 60 زائد 39 99 مع هذه الكسور يصير 100. طيب اذا عندي 60% هو المغنيسيوم، يعني انا حينما اريد ان اعرف المغنيسيوم هو راح يكون 60% من الرقم، والاكسجين انقص منه 40%، انقص 40% من المركب، 60 ب40، هذا يكون اضرب الرقم في 60 في 0.60، يعني في 0.6، وهذا الاكسجين اضربه، طبعا ما احتاج الاكسجين، انا فقط اريد ان اعرف المغنيسيوم. المغنيسيوم عندي كم؟ المغنيسيوم عندي 15.6 بالعشرة،
15 بوينت، كم بوينت 6، وقال لي 15.6 هو الحقيقة. ماشي، 15.6 في كم؟ في 60، في بوينت 6، لنقل في بوينت 6، في 0.6، ما يحتاج هذه البقية. تسعة بوينت ثلاثة، بوينت ستة وثلاثين، هذه تسعة بوينت خمسة، هذه تسعة بوينت خمسة بالمية، اللي هي إيش؟ مغنيسيوم متاح، مغنيسيوم وليس أكسيد، خلص منه الأكسجين، يعني مغنيسيوم صافي نقي، يسمى إيش هذا؟ يسمى العنصر المتاح، المغنيسيوم المتاح، المغنيسيوم الصافي الذي سيستفيد منه النبات، يعني مثلا والذي يمكن حسابه كمغنيسيوم حقيقي لا يحتوي على أمور أخرى كأكسجين وهيدروجين وما أعرف إيش، لا هو مغنيسيوم حقيقي 9.5. طبعا بحساباتنا نحن طلعناها كم؟ طلعناها 9.36، يعني مقارب، لأنه ما حسبنا الكسور. يعني إذا لاحظ كيف هو كان كم أكسيد المغنيسيوم؟ كان 15.6، لكن بعد أن أخرجنا منه الأكسجين صار 9.5، 9.9.5. يعني هذه هي المسألة، إن شاء الله تكون واضحة. طيب، إن شاء الله الفيديو القادم سنشرح لكم كيف توصلنا إلى هذه الأرقام. أول شيء مثلا تلاحظون هنا هذه الكتلة المولية، غرام يعني وزن، وهو يعبر عن الكتلة المولية، يعني وحدات قياس على الكلوريد الصوديوم، موضوع ليس موضوعنا، في حجم معين او في عدد وحدات معينة للكتلة. هنا كيف حصلنا على 40.3، وهنا كيف عرفنا انه هذا 60 وهذا 39%، يعني وكسور، هذا طبعا 39.5، هذا 60.3. كيف عرفنا، كيف توصلنا الى هذه الارقام؟ بحيث انا لو ما كان عندي الموقع كيف اطلع هذه الامور، او عندي مثلا مركب ما موجود بالموقع، مركب غريب ما موجود بالموقع، كيف احسبه؟ وهذا طبعا موضوع مفيد وجميل، ان شاء الله نتحدث عنه في الفيديو اللاحق، واي سؤال ان شاء الله انا حاضر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.